السلام، معكم عبود ماكسينج ومقطع جديد. خذ لك سناك واي شيء تحب تشربه ويلا ندخل في جو القصة. هذه قصتي طبعا، فأتمنى تستمتعوا فيها، ما هي مجهزة من قبل، فأتمنى أوصل لكم ذكرياتي بشكل جيد. تبدأ قصتي قبل فترة، يمكن حوالي كذا 6 إلى 5 أشهر. حصلت مشاكل بين العائلة واضطريت أني أروح أشتغل وأجلس عند واحد من أصدقائي. بالفعل كلمت صديقي بالمشكلة وكل شيء وقال لي تعال وابشر، والشغل ما بيتعبك أبدا، وابشر باللي يريحك وأي شيء تبغاه ابشر فيه. فقلت له طيب. فجأت ذاك اليوم لعند صاحبي، ولما وصلت عنده كان الشغل مرة كويس، إلا أنه حذرني عن شيء، وهذا الشيء إنه البوفيا يلي نشتغل فيها. معلومة، إحنا كنا نشتغل في بوفيا في وزارة الاتصالات في اليمن. المهم حذرني إن البوفيا أو مكان من البوفيا يعتبر مسكون، وفي ناس كثير قبلي شكوا من هذا الشيء وحصلت معهم مواقف. أنا من النوع اللي ناس يحب هذه الأشياء والغموض والأشياء هذه، أنا فيني فضول زايد، قررت اني اكسر كلامه بالذات اروح اجلس في المكان يلي حذرني منه. بالفعل سويت كذا ورحت نمت في المطبخ تبع البوفيا. في سببين لهذا الشيء، السبب الاول انه الفضول يلي فيني، السبب الثاني انا احب اكون لوحدي وما احب اجلس مع ناس، وهذا الشيء هو اللي خلاني اجلس في المطبخ لوحدي وبالفعل نمت في المطبخ. لكن يا ريتني سمعت كلام صاحبي، أن بعد فترة حصلت معايا أشياء ما هي عادية. أول يوم كان عادي، ثاني يوم وعد أسبوع حتى، وكان الوضع مرة كويس وكان الشغل مرة أسطوري لدرجة أني ما كنت حاب حتى أرجع البيت. بس بعد أسبوع من شغلي بدأت الأحداث معايا. يوم من الأيام كنت قاعد أتفرج أنمي ون بيس الواقعي، وأنا قاعد أتفرج سمعت صوت داخل المخزن اللي تبع البوفيا. لما سمعت الصوت ارتفعت شوي لأني كنت ممتد، وبعدين شفت للجهة اللي المخزن. أول ما شفت قط أسود. الغريب في الموضوع إني حاولت إني أخوفه أو شيء، بس ما كان يخاف أو يتحرك حتى. سويت نفسي طبيعي ورجعت أتفرج. بعدها يمكن بربع ساعة أو نص ساعة سمعت صوت مرة ثانية. لما جيت ألتفت شفت ما في أي شيء، والأول مرة في حياتي. أول ما جيت أنام جاني زي الوهم، وكنت أحس إن في شيء قاعد يكلمني أو يهمس في أذاني، فأنا كنت خايف، وكنت كل ما أغمض عيوني كنت أتخيل أشياء، وهذا الشيء جاب لي قلق وأرق وما قدرت أنام. لين جات صلاة الفجر، صليت الفجر والحمد لله بعدها قدرت أنام. صحيت متأخر في الدوام وكلمت صاحبي بعدها كل شيء. قال هو أنا حذرتك ولا تنام في هذا المكان أبدا، بس أنا بقيت مكاني مصمم وما أبغى أتحرك من هذا المكان. صراحة أنا كنت خايف، بس ما أبغى أبين له خوفي أو إني خايف لأنه حذرني وأنا كسرت كلامه، فبيطلع هو صادق وأنا غلطان. ما صدقته وجلست مكاني مصمل إني أنام هناك. تركني وقال أنا مش مسؤول عن أي شيء يحصل معه. بالفعل خلص النوم وجاء وقت النوم، وكالعادة قاعد أتفرج قبل ما أنام. بس فجأة حسيت بأطراف جسمي كأن ما هي علي، كأني ما أقدر أتحرك، كأني مشلول. أنا صاحي، طيب أنا صاحي، لكن جالس كأني في حلم. طيب أنا مفتح عيوني طبعاً وقاعد أشوف إني في مكان كذا عام، وكان في فنتين بنات كانوا لابسين لبس من حق النادلات يلي في أمريكا. كنت مستغرب، كان في بنت شقراء وفي بنت شعرها أسود. البنت يلي كان شعرها أسود كانت تطالعني بنظرة غريبة وكأنها شايفتني، بس أنا متأكد وحاسس ومتيقن إني قاعد في وهم. فبعد ما شافت عندي بنظرة غريبة ابتسمت ابتسامة خفيفة كذا، وبعدها صحيت حسيت جسمي كله مرهق. قمت صليت الفجر، وقتها كانت صلاة الفجر، وبعدها نمت. وبعدها صديقي قال لي والله انك بتنام عندي لان الوضع ما هو يطمن ابدا، انت تسهر وتتاخر وتصحى على الدوام متاخر. فانا قلت يلا طيب بلاش اكابر، ورحت عنده. ولما رحت عنده كان بالفعل يوم عادي، وقعدنا نفلها لين الساعة يمكن حوالي 2 أو 3. قمت امزح معه، قلت ايش رايك نمسك القط اذا جاء، لانه هو كان عارف بالقصه كامله وكان يشوف هذا القط من قبلها بفتره. وافقني الراي وقال يلا طيب خلينا سهرانين وما ننام ابدا، انت اذا نمت بصحي وانا اذا نمت صحيني، عشان كذا خلينا صاحين واذا جاء القط نمسك. انا قلت طيب ابشر، وكنت ابغى الا اعرف من وين جاي هذا القط وايش قصته بالضبط. قعدنا سهرانين يمكن الساعه 2 كذا، وأنا نمت غفيت وصاحبي قاعد يتفرج في الجوال، لكن فجأة صحاني من النوم. طيب أنا ما صحيت، كان قاعد يصحيني ويقول يا عبود قوم، وأنا ماني قادر أصحى أو كنت ما أسمعه بالضبط لأني غطيت في نوم عميق.
هو شايف القط قدامه، بس بعد ما حاول معايا أكثر من مرة أنه يصحيني أنا ارتفعت لأني كنت ممتد. صحيت قعدت أصرخ، أنا نايم غمض عيوني قاعد أصرخ بصوت عالي مرة. بعدها رجعت أنام مباشرة وكأني ما صحت من الأساس. بعدها حاول يصحيني مرة ثانية وهو خايف قاعد يشوف القطة قدامه وأنا قاعد أصرخ من جهة وماني صاحي. صديقي ميت من الخوف. بعد ما قمت أصرخ رجعت أنام، أنا ماني عارف أي شيء. فرجع حاول يصحيني مرة ثانية وأنا صحيت، لكن صحيت أصرخ مرة ثانية. ولما صحيت أصرخ هذه المرة كنت مفتح عيوني وشايف كل شيء صاحي، لكني كنت أصرخ بدون أي سبب. وقعد صاحبي يرج فيني، إيش بك يا ولد، أصحى أصحى القط جالس هناك. وأنا صحيت على طول وشفت القط انرعبنا انخرشنا ما قادرين نتحرك من مكاننا. فبعدها صاحبي قام ولحق القط وانا وراه، لكن لما وصلنا للمطبخ دخل القط المخزن، واول ما دخلنا المخزن تخيلوا اختفى ولا كأنه كان موجود.